في المزارع بتاعتنا بنعامل أبقارنا بطريقة لطيفة جدا، ندلعهم ونهننهم، بيشموا هوا نضيف، بياكلوا أكل طازة، عيشتهم كلها عز وروقان. ازيك النهاردة يا سعاد؟ الجو تحفة، عالم رايقة، حياتهم كلها هدوء واستجمام. ايه الأخبار النهاردة؟ زي امبارح. أصل البقرة من دول لما تربيها على طبيعتها تديلك لبن طازة وعلى طبيعته، لبنيتة اللبن الطازة اللي على طبيعته.